يقول حدثني أبو
الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قوم فشئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مليق بالأسطح فقال أحججت يا عبد الله بن خالد قلت نعم يا رسول الله قال كيف قال قال كيف قلت قال قلت لبيك إهلال كإهلالك قال فهل سقت معك هل قلت لم أزق قال فصف البنك وأطفع بين الصفا والمروة ثم حل ففعلت حتى نشطت إني امرأة من النساء بني قيس ومكثنا لذلك حتى السقر فأمروا وبه قال حدثنا وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا شئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أبنائهم فتراد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب قال أبو عبد الله طاعة طاعة وأطاعة لغة طعت وطعت وأطعت وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين أمي إبراهيم زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل قد قرت عين أمي إبراهيم باب بعث علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث علي بعد ذلك مكانه فقال اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب معه قال فغنمت اواكم ذات عدل وبهم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا رافع بن عباده قال حدثنا علي بن سويد بن مجنون عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى خالد ليقبض الخمس وكنت اقبض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغض فإن له في الخمس أكثر من ذلك وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن قعقاع بن الشبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم المقرب لم تحط من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عوينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخليل والرابع إما علقمة وإما عامر بن قتيل فقال رجل من الأصحاب كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقال فقام رجل غائر عن يمين مشرك الوجنتين عجز الجبهة كسر لحية محلق الرأس مشمر إذا فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ولست أحق أهل الأرض أن يتق الله قال ثم ولي الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه وقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكان من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أوم أن أنقض عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ثم قال ثم نظر إليه وهو مقفى فقال إنه يخرج من ضدي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الدهر من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم علي بن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرام زاد معاذ بن محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب بساعته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلك يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي
وامسك حراما كما انت قال. واهدى له علي هديا به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد بن طويل قال حدثنا بكر انه ذكر لابن عمر رضي الله عنه ان انس حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحجه فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم الحج واهلنا ما به معه. فلما قدمنا مكه قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمره. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن حاجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهلت فان معنا اهلك. قال اهلت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامسك فان معنا هدايا. باب غزوه جزير الخرسان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهليه يقال له الخرسة والكعبه اليمانيه والكعبه الشاميه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخرسة فنفرت في 150 راكبا. ففسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فدعا لنا ولاحمد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير قال للنبي صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا في خمس عين سمى كعبة اليمانية. فانصرفت في 50 ومئة فارس من احمد. وكان اصحاب خير وكنت لا اثبت على الخير فضرب في صدري حتى رايت اثر اصابعه في صدري. وقال اللهم ثبت واجعله هذه المهدية. فانطلق اليها فكسرها وحرقها ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول جليل والذي بعثك بالحق ما شئتك حتى تركتها كانها جمل الاجرب. قال فبارك في خير احمد ورجالها 5 مرات. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه وعنهم قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة. فقلت بلى. فانصرفت في 50 ومئة فارس احمد وكان اصحاب خير وكنت لا اثبت على الخير. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رايت اثر يده في صدري. وقال اللهم ثبت واجعله هاديا هنيا. فقال فما وقعت عن فراسي بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخلف عمر بجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستخدم بالأذنان. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها أو لتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهدت. ثم بعث جرير رجلا من احمد يكنها بغطر الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كانها جمل اجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل احمد ورجالها 5 مرات. باب غزوه ذات السلاسل وهي غزوه لحم والجذام. قاله اسماعيل بن ابي خالد وقال ابن اسحاق عن يزيد عن عروه هي بلاد بني وعذره وبني قيس. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحدائق عن ابي عثمان رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن معاذ على جيش ذات السلاسل. قال فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قال من الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من قال؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافه ان يجعلني في اخرهم. باب ذهب جرير الى اليمن. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن عن جرير رضي الله عنه وعنه قال كنت في اليمن فلقيت رجلا من اهل اليمن ذا كلاع ولا عمر. فجعلت احدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له دعاء الا ان كان الذي تذكر من امر صاحبك لقد مر على اجله منذ 3. واقبل معي حتى اذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينه فسالناه. فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر والناس صالحون. فقال اخبر صاحبك انا قد جئنا ولعلنا سنعود ان شاء الله. ورجع الى اليمن فاخبرت ابا بكر بحديث قال افلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير ان بك علي كرامة واني مخبرك خبرا انكم عشر عام لن تزالوا بخير ما كنتم اذا هلك امير فامركم في اخر. فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويغضبون رضا الملوك. باب غزوة السيف البحر وهم يتلقون امير عن قريش واميرهم ابو عبيده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بعد
فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قبل الساحل وأمر عليه أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا فكنا بمعه الطريق فهم يزاد فأمر أبا عبيدة بأزواج الجيش فجمع فكان بزوادي ثمر فكان يقولنا كل يوم قليلا قليلا حتى سمع فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال والله لقد وجدنا فقتها حين فمي ثم انتهينا إلى البحر فإذا قلتم مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكبا أميرنا أبو عبيدة والجراح نرصد عند قريش فأكلنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا القبضة فسمي ذلك الجيش جيش الخطف جيش الخطف فألقى البحر دارما يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وانتهنا من غدته حتى سابت إلينا إسلامنا فأخذ أبو عبيدة الضلع من أعضائه فنسبته فعمد إلى أطول رجل ما هو قال سفيان مرة ضلع من أضلاعه فنسب هو أخذ راحلا وبعيرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم أن أبا عبيدة نهاه وكان عمر يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي إن كنت بالجيش فجاءهم قال إمحى قال نحر قال ثم جاءهم قال إمحى قال نحر ثم جاءهم قال إمحى قال نحر قال ثم جاءهم قال إمحى قال نهيت وبهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريم قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه وعنه يقول غزونا جيش الخف وأمر علينا أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عنه من عظامه فمر الراكب وتحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة قلوا فلما قدمنا المدينة تذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل رزق أخرجه الله أطعمنا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله باب حج أبي بكر رضي الله عنه للناس في سنة 90 وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الرهي قال حدثنا قريش عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم إن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن فيه الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يسألون فقل الله يفتيكم بالكلالة باب وفد بني تميم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وعن أبي سهرة عن صفوان بن مخرج الماجنين عن عمران بن حسين قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فلي أذلك بوجهي فجاء نفر من اليمين فقال أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أقبل التميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله باب قال ابن إسحاق غزوة عنينة بن حسين بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأغار وأصاب منهما كما سرى منه النساء وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمرة بن قعقع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا ازال احب من انت من بعد سلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه هم اشد على امتي اشد امتي على الدجال وكانت فيهم سبية عندها عند عائشه فقال اعتقها فانها من ولد اسماعيل وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي او قومي وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره عن ابن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير اخبره انه قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امير القعقاع بن معبد ابن زراره قال عمر بل امير الاقرع بن حارث قال ابو بكر ما اردت الى خلافي قال عمر ما اردت خلافك فتمارى يا حارث حتى ارتفعت اصواتكما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى ينقضت باب وفد عبد القيس وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن ابي جمرة قال قلت لابن
عباس إن لي جامعة تنتبذ لي نبيذا فأشربه أقلوا رجال إن أكثرت من الغجالة ثم فأضرت الجلوس فشيت ونفسه لحمد فقال قدما وصعد القيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا من قوم غير فزار ولا ندابا فقال يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين المضر وإنا لا نصل إليك إلا بأشهر حرام في أشهر الحرم وبه حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخل الجنة وندعو به من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وأستدرون بالإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأكثركم من المغانم الخمسة وأنهاكم عن أربع ما قلت من الإبتداء والنقير والحسن والمزفر وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ذبيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم أن أرضى الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم وأنهاكم عن الزباء والنقير والحسن والمزفر وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حق قال أبو عبد الله وقال بكر بن مزارع عن عمرو بن الحارث عن أبي بكر أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن ابن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها وعنهم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وإما أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما قال كريم صدقت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه تقول أم سلمة يا رسول الله لم أسمعك حتى نهى عن هذين ركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرته فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألتي أمر ركعتين بعد العصر لأنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومي فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتني وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن سهمان على أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أول جمعة جمعة بعد جمعة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواز من البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت بني حنيفة وحديث ثمامة بن سالم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت رجل من بني حنيفة قال له ثمامة بن سالم فرقبوه بساريه من سواد المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم على شاة
ہوا کرتے تھے. بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کے زمانے کے خطیب تھے, اور جب کوئی موقع ہوتا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کر دیا کرتے تھے. تو آپ نے اس مسلمہ اور اس کے لوگوں سے کہا کہ ہذا ثابت یجی و کہانی, یہ ثابت ابن ابن شماس ہیں رضی اللہ عنہ, یہ تمہیں اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو جواب دیں گے. اور پھر آپ چلے گئے. تو یہاں پر حضرت نبی علیہ السلام نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ مجھے اللہ نے تیرے معاملے میں بات دکھلا دی ہے اور بتلا دی ہے. تو جب یہ بات پوچھی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, تو انہوں نے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں فَأَحَمَّنِي شَأْنُهُمَا, مجھے اس کی بڑی فکر ہو گئی, اس لیے کہ سونا وہ تو امت کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو خواب ہی میں آپ کو بتلایا گیا کہ ان پر پھونک مار دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں ختم ہو گئے اور غائب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعبیر بتلائی گئی, اور آپ نے اسے پھر صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ مراد لی کہ دو کذاب میرے بعد خارج اور ظاہر ہوں گے, اور وہ امت کو اس طرح گمراہ کریں گے, لیکن جلدی ہی وہ ختم ہو جائیں گے جیسے یہ سونے کے کنگن پھونک مارنے سے جلدی ختم ہو گئے. ایک ان میں اسود انسی ہوگا اور ایک اس میں مسیلمہ کذاب ہوگا. تو مسیلمہ کذاب کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے, اور آگے بھی روایات کے اندر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی, اور یہ منکرین ختم نبوت اور مدعیان نبوت کا فتنہ شروع ہوا, تو پھر ان کا بندوبست اور ان کی خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لی, اور یہ فتنہ جس تیزی کے ساتھ ظاہر ہوا اسی تیزی کے ساتھ یہ پھر ختم بھی ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا انا نائم اصيب بحزائن الارض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فاوحي الي ان ثم فنفخت ما فتانا فاولت ما سدى بين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامه. وبه قال حدثنا صلب بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت ابا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا وخيرا منه القيناه واخذنا الاخر, فاذا لم نجد حجرا جمعنا بطوة من تراب ثم جئنا بشاة فحلبنا عليه ثم صبنا به, فاذا دخل شهر رجب قلنا منخل الاسنه فلا ندع ربحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة الا نزعناه فالقيناه شهر رجب. قال وسمعت ابا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما ارعى الابل على اهلها, فلما سمعنا بخروجه فررنا الى النار الى مسيلمه الكذاب. وباب قصه الاسود العنسي. باب قصة الأسود العنسي. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجزمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن نفيس, وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قادم المدينة فنزل في دار بنت الحارث, وكان تحته ابنة الحارث بن بريد وهي أم عبد الله بن عامر, فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا أنا نائما أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب فطاعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفضتهما فطار فضلتهما كذابين يخرجان قال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله في فيروز باليمن والآخر مسيلمة. حضرت عنسی کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے لیکن اس میں روایت ساری کی ساری وہی ہے جس میں مسیلمہ قذاب کے آنے کا اور نبی علیہ السلام سے اس سے بات کرنے کا اور پھر حضرت ثابت ابن قیس سے اس سے بات کرنے کا یہ سارا واقعہ جو پہلے ذکر ہوا ہے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے لیکن روایت کے بالکل آخر میں آخر سطر کے اندر جن قذابین کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک مسیلمہ قذاب ہے اور ایک ان میں اسود حنفی ہے تو چونکہ اس میں اسود حنفی کا ذکر آ رہا ہے لہذا روایت کو دوبارہ یہاں پر لایا گیا ہے اور عنوان اور ترجمہ باب قصت الاسود الحنفی کر کر اس اسود حنفی کے قصے کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. باب قصة أبي نجران وبه قال حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن الزبير عن حذيفة قال جاء العاقل والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقلنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أبا عبيدة بن جراح فلما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وبه قال حدثنا یہ عیسائی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں بھی یہودیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھا لیکن ان عیسائیوں میں پھر کچھ وہ بھی تھے جن کے دلوں میں نرمی اور جن کے دلوں میں حق کی طلب اور حق کے لیے اطاعت کا جذبہ تھا. چنانچہ قرآن کریم نے یہ جو ذکر کیا ہے ساتھ میں سفارش کے شروع کے اندر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اسی طرح کے لوگوں کا ذکر اور تذکرہ ہے. یہ نجران والے آئے ہیں ابتداء ان کا خیال یہ تھا کہ آپ سے یہ مناظرہ کریں گے مجادلہ کریں گے آپ سے گفتگو کریں گے اور اپنے دین کی عظمت کا ان کو زیادہ احساس تھا لیکن جب یہ آئے ہیں اور ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ اس طرح سے کریں جس کے نتیجے میں ہم دعا بھی کریں کہ جو ہم میں حق پر ہے وہ قائم رہے اور جو حق پر نہیں ہے اس کو موت آ جائے. تو انہوں نے آپس میں جب یہ گفتگو کی تو ان کی بات یہ ہوئی کہ نہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں اور آپ کی بات کو مان لیں اور آپ سے یہ کہیں کہ حضرت ہمارے ساتھ ایک امین آدمی بھیج دیں جو ہمیں تعلیم دے ہماری تربیت کرے ہمارا لحاظ اور خیال کرے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امین مانگتے ہو میں تم کو ایسا امین دوں گا جو امینوں میں سب سے زیادہ امانت کا حق رکھنے والا اور امانت کا خیال کرنے والا ہو. تو حق کا امین دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چونکہ انداز تعریف کا تھا اور انداز فضیلت اور درجے کے بڑے ہونے کا تھا تو صحابہ کی نگاہیں اب متلاشی تھی اور صحابہ کی نگاہیں اب دیکھ رہی تھی کہ کون ہوگا جس کو یہ منصب اور یہ مقام دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب
مداخلات کے نتیجے میں اسلامی حدود جن جن علاقوں تک وسیع ہوئی اور اسلامی اثرات جن جن علاقوں تک پہنچے ان کا ذکر کرنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مناسب حال قرار دیا ہے اور اس کے لیے عمان اور بحرین کا ذکر یہاں آپ کے سامنے لا رہے ہیں. جی باب قصة عمان والبحرين وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع المنكر جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على بكر امر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين او عيله فليأتيني. قال جابر فجئت ابا بكر فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فاعطاني. قال جابر فلقيت ابا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني ثم اتيته الثانيه فلم يعطني ثم اتيته الثالثه فلم يعطني فقلت له قد اتيتك فلم تعطني ثم اتيتك فلم تعطني ثم اتيتك فلم تعطني فاما ان تعطيني واما ان تغفل عني. فقال اقلت تغفل عني واي داء من البكر؟ قال لها ثلاث ما منعتك من مره الا وانا اريد ان اعطيك وعن عمري وعن عمر وعن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي ابو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 قال خذها مثلها مرتين. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں حضرت جابر بن عبد الله کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ محرم کا جب مال آئے گا تو میں تجھے اس طرح اس طرح اس طرح دوں گا. تین مرتبہ آپ نے یوں ہاتھ بھر کر مجھ سے کہا کہ میں تجھے دوں گا. تو فرمایا حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مال نہیں آیا، لیکن جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہوا تو پھر یہ مال آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے اعلان فرمایا کہ حضرت اگر کسی آدمی پر کوئی دین ہو یا کوئی وعدہ ہو نبی علیہ السلام کا تو وہ آ جائے مجھ سے لے لے. تو کہتے میں آیا، میں نے حضرت ابو بکر سے وہ پوری بات کہی کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، لہذا اب تو مجھ کے مطابق مجھے دو، یہ بحرین کا مال آ گیا ہے. تو انہوں نے نہیں دیا. پھر میں نے ان کے پاس دوبارہ کسی اور موقع پر جا کر کہا، انہوں نے نہیں دیا. پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے جا کر کہا اور انہوں نے نہیں دیا. تو میں نے ان سے کہا کیا بات ہے، یا تو آپ انکار کر دیں اور یا پھر آپ ہی مجھے یہ مال دے دیں، کیا وجہ ہے؟ بخل آپ کرتے ہیں، مجھے نہیں دیتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے یہ کہا کہ میں بخل کر رہا ہوں، ارے بخل سے بڑی بیماری اور خرابی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی خرابی